بقينا نهاجم كده الهجوم، قاعدين فاضيين فنهاجم اي حاجه وخلاص. زي اللي اقول لحضرتك، ليه قالوا الزمالك يدفع الدولارات دي في مدرب اجنبي؟ الله. اي حاجه. يعني انا بصراحه مش عايز اتكلم في الموضوع ده صح يا عشان كابتن؟ ما صح انت، يحصلش، بس صح يا كابتن، مش هنخلص عشان ما تكسرش احرامك. بس الحمد لله، يعني لسه الحمد لله زي